عليكم. شكرا للمنبر ديال الاصوات مع التغطيه الاعلاميه. معكم ياسين زهران، عضو لجنه الوطنيه لتحرير الانسحاب من حماس. يعني كيف ما كتشوفوا، كيف ما كنتبع معنا الراي العام، اخواني يعني يخوضون اضراب مفتوحا عن الطعام، وكذلك معتصم الى حين تحقيق المطالب المشروعه اللي سقطتها اللجنه الوطنيه منذ بدايه المعركه هذه. والسبب انهم يعني تعرضوا لواحد الحيف وواحد الظلم والاقصاء من امتحان للمحاماه، يعني امتحانين، يعني دوزوا امتحانين حقيرين على التوالي، ودوزوا فيهم غير الابناء ديالهم وغير اصحاب النفوذ وغير السياسيين، يعني واحد المحاصصه حزبيه يعني مكشوفه ومفضوحه. وكيف ما فضحناهم في الامتحان الاول، يعني كدوزنا الامتحان الثاني، يعني كان واحد الانتقام ممنهج، كان واحد التحدي للمواطن، كان واحد التحدي للمؤسسات، تيقولوا لهم باللي حنا فوق الرقابه، نحن فوق القانون، يعني قالوا اللي بغاو، بغاو يقولوا بلي هاد المهن ديال المحاماه ولا مهن غيرها اللي كيقولوا بلي مهن راقيه، هي ماشي مهن ديال ابناء الشعب، هي فقط مهن ديال اصحاب النفوذ. وكذلك كيدور الناس يعني لا يفقهون شيئا في القانون، باش كيعطيونا واحد السماسره في المستقبل، والناس اللي كيتلاعبوا بالاحكام ديال الناس وكيشريوا الاحكام، هادشي شفناه صراحه يعني اصبح رائجا، وهذا ما نحاربه نحن كمواطنين في هذه البلاد، هذا ما نحاربه نحن يعني كطلبه القانون. اجتزنا الامتحان، قمنا بالاعداد له كما يجب، حين تفاجأ ان هذ الامتحانين بجوج يعني كان فيهم الفساد يعني بواحد الشكل خطير، وكنطالبوا غير بابسط يعني مبادئ الشفافيه وتكافؤ الفرص والمساواه وما كنلقاوش، كنطالبوا بنموذج تصحيح ما كيتعطاناش، كنطالبوا بورقه الامتحان ما كتعطاناش، كنشوفوا الفساد يعني في الامتحان يعني بلغ وصل حتى حد لا يطاق، واصبح يعني مجاهرا به، واصبح يعني مفضوحا مكشوفا. ولا نرى كذلك تحرك ديال جهات يعني سواء القضاء ولا المؤسسات الدستوريه لكي تضرب بيد الحديد على هاد المفسدين، على هاد الناس اللي كيتاجروا بالاحلام ديال الشباب، على هاد الناس اللي كيستغلوا هاد الوضع هذا على ذكر الشباب. شحال العدد تقريبا اللي كاين دابا ديال الشباب؟ كاين الان 8 مغربين على الطعام، كاين عندنا جوج اخوات في المستشفى الحاله ديالهم خطيره، يعني سعاد مروان في المستشفى ديال مولاي يوسف، كذلك الاخت نوال بركوس في المستشفى ديال بن رشد الدار البيضاء، الحاله ديالهم يعني جد خطيره غير مستقره بالمره. اخطر من هذا هو انهن يرفضن رفع الاضراب عن الطعام، وما الان 8 ايام في المستشفى، 8 ايام في المستشفى وكيرفضوا انهم يرفعوا الاضراب عن الطعام، لا لشيء لانهم تعرضوا للظلم، لانهم لن يستطيعوا اجتياز فقط امتحان تسوده مبادئ شفافية وتكافؤ فرص ومساواة، حتى امتحان هذه الحكومة ما قدرش ديره، حتى امتحان النزير ما قدرش ديره، تعاود يعني مرة ثانية وتعاود يعني بواحد الخروقات اللي ربما أخطر من الأولى وتستوى عليها، حتى اللجنة المشرفة على الامتحان ما خرجوهاش. يعني الناس هادو وصلت لهم الجرأة على أنهم يخافوا القانون يعني مرتين، امام الراي العام، امام يعني الجهات يعني المسؤوله، يعني كنقولوا هذا الفساد يعني بارع. وليس اللي كنبغي ندوز المسؤولين خاصه الوالدي، كنقول لي يعني تمهل قليلا، فملف المحاماه لم يطوى بعد ولم يطوى على احلامنا، يعني احنا الى تطوى الملف هذا او اردتم طيه على احلامنا، على كرامتنا، على مبادئنا، فراني سنعيد فتحه، وغادي نفتحكم بكاع الطرق التي نملكها. هنا بالنسبه لهاد الاخوه اللي كنشوف دابا هنا ناعسين قدامي دابا، شنو مضربين انتم على الطعام؟ نعم، هم مضربين على الطعام، اليوم 15 على التوالي هم مضربين على الطعام، فقط يعني كيكتفيوا بالماء وبعض قطع ديال السكر، الى حين يعني ايجاد حل منصف وعادل، الى حين فتح تحقيق منصف وحل فتح تحقيق يعني نزيه فهاد الخروقات اللي شافت الامتحانين معا، ويعني ايقاع العقوبه يعني القانونيه على من خالف او من تجرى باحلام ديال الشباب. بالنسبه للامتحان فين دوزتو؟ الامتحان داز غير للراي العام باش يعرف. الامتحان داز في مجموعه ديال مراكز التراب الوطني، يعني كان امتحان من اجل الحصول على الايدي من وزاره مهنه المحاماه، يعني هو امتحان وطني تقدم له يعني الاف ديال الممتحنين، ليتبين في الاخير ان هاد الامتحانين بجوج الذين كان يشرف عليهم وهبي وزير العدل يعني في ظل وزاره النقابه، هو كانت
ربما لوائح المنجحين جاهزه قبل اجراء الامتحان. انا تنقول علاش كتبدلوا ميزانيه الدوله؟ علاش كتشغلوا الشباب وكتقول لهم اجلوا الامتحان باش ربما يقدر يكون عندكم واحد المهنه حضور او حاجه؟ معنا من الغايه اننا نمشيو ندوزو امتحان النتائج ديالو او الناس المنجحين فيه معده مسبقا، ولا كان هذا الكلام ديالي يعني غير حقيقي خرجوا جاوبونا على الخروقات اللي كنا ديالكم في الامتحان الاول. كيفاش زعما المدير المركزي في وزاره العدل هو عضو اللجنه المشرفه على الامتحان لقيناه ناجح، كيفاش هو نجح هو مشرف على الامتحان؟ غير هذه فقط كافيه انه تلغى النتائج ديال العار وديال الذل وديال الحقاره. لا واش واحد نجح راسه راه ما يمكنش، غير هذه فقط. وزيد عليها الكثير ان الوزير تيقول لك انا سجلت ناس يعني يوم قبل اجراء الامتحان. كيف يعقل انك تسجل الناس يوم قبل الامتحان خارج اجل قانوني التسجيل؟ لا هو ما سجلهمش، هو اراد ان يسلك طريق اقل ضررين. هو زور او جهه معينه داخل الوزاره زورت النتائج ادخلت اسماء وما دوزوش الامتحان، وهو يا اما متورط في هذا يا اما تستر على هذه الفضيحه ولا تستر على هذه الصور، وكذلك في كلتا الحالتين هو متورط ويجب محاسبته ولا اقالته. الاقاله ديالو اصبحت الامر اصبحت يعني مساله يعني ضروريه خاص تكون في هذا الوقت هذا، ولكن المحاسبه ضروريه ضروره اكثر وهو المتورط داخل الوزاره. رسالتكم الاخيره اليوم شنو غتوجهوا لهم انتم كشباب كضحايا ديال هذه المهنه ديال مهنه المحاماه وضحايا امتحانات مهنه المحاماه؟ شوف نحن كشباب ابناء هذا الوطن اولا واخيرا، نحن كمغاربه يعني وما يتزاد حتى شي واحد في هذه البلاد هذه ويقول انا كنتزايدوا على الوطن، بالعكس حنا وطنيين اكثر من هذوك اللي كيتزايدوا علينا. هذوك المفسدين الفاسدين الذين تاجروا بهذه المهنه هذه هما الذين يتزايدون على البلاد، هما اللي غادي بالبلاد الى هويه. نحن كابناء هذه البلاد كمغاربه كنقول لكم يا ايها المفسدون يا ايها الذين تشاطرون في احلام الشباب نحن لكم بالنفع. السلام عليكم. تشرفنا بالاسم ديالك. ابراهيم من الدار البيضاء. مضرب عن الطاعه، شنو المشكل اللي عندك؟ كنا شي سنوات يعني حضرنا لهذا الامتحان يعني كان كل الامل ديالنا باش زعما نشوفوا الامتحان، واذا بينا كنصدموا بهذه اللوائح. يعني اصبحت هذه المهنة ماشي يعني اسمها خدمات بعد المحاباة، يعني هادشي عار يعني يعني خص تكون واحد الشفافية. يعني هادو الصور هذا علاش دار؟ يعني باش يكونوا هاد المبادئ يعني يطبقوا مبادئ الانصاف والشفافية والمساواة في هاد الامتحانات. يعني علاش هاد علاش حنا مشينا كنحطوا هاد الامتحانات يعني شي من الاول؟ ما كنا اساسا ديالنا تيمشي تيتلقاو جهه التواصل شي جهه التواصل معاه، كان كناشد انا جهه المهم كل اللي بقى هو السبيل الوحيد، السبيل الوحيد اللي بقى لنا بس ما تمش التواصل معكم بالطرف هاد الجهات وبعد سو يعني بغوا يسوا معكم مثلا وضعيه شي توصلوا معكم في هاد والو؟ نشكرك ما قدرتيش كنشوفك يعني عيان وما قدرتش دير لنا رسالتك الاخيره بجوج كلمات. حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب وصلنا لهاد الحاله كما كنا غنصوروا. شكرا لك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.